على الوزارة أم طبعا اليوم احنا في منطقة الدير حبينا نعمل ورشة مع اهالي الحالات واللي هي موضوعها قانون او حقوق الحالات الاعاقة قانونيا. حبينا يعني نعطي فكرة للاهل عن حقوق ابنائهم قانونيا بشكل شامل لجميع الحقوق, طبعا بالتعاون مع الهيئة المستقلة الاستاذ سمير ابو شمس وبرنامج تأهيل المجتمعي تابع للاغاثة الطبية. كمان اليوم الموضوع عن قانون حقوق المعاقين, يعني بالتعاون مع شبكة أصوات والإغاثة الطبية وبرنامج تأهيل المعاقين في الإغاثة الطبية. الموضوع عن قانون حقوق المعاقين, ذكر البنود ووضع المعاقين في المجتمع الفلسطيني وكيف النهوض في هذا القانون وتطبيقه وليكون أمر واقع بدل ما يكون حبر على ورق. في طبعا وجود نسبة عالية من المعاقين وتبين أن هنالك معاقين مهمشين ومهملين, ولذلك يعني كان يجب أن يعني رفع أصوات هذه الفئة من الناس من أجل فعلا إنصافهم وتحقيق العدالة بحقهم. نحن هنا في بلدية دير الغصون وفي مركز محمود درويش نرحب بالقادمين الذين يبحثون قانونية الحفاظ على حقوق المعوقين. والإعاقة هذه اللغة ليست عيبا, هي كلمة تعني أن هناك شيئا ما يعوق حركة الإنسان, سواء كانت هذه الإعاقة جسدية أو عقلية وما شابه ذلك. فهنا نتوجه نحن لجميع المجالس البلدية والمؤسسات في الوطن جميعا أن يراعي هذه الشريحة من الناس وأن نفقه الناس بأن هؤلاء لهم حق, سيكون هذا الحق رضينا أم أبينا هو مفروض علينا في مؤسساتنا وهو في وزارة الصحة وفي القوانين الدولية. يجب على أي مؤسسة أن تحتضن 5% من موظفينها من أصحاب الإعاقة القادرين على العمل. فهذا سننشر هذه الثقافة إن شاء الله وسنكون أول من يعمل بها في بلدية دير الأغصون. المشكلة اللي بنعاني منها إنه في عنا عدم توفير خدمات يعني وإيجاد حلول لذوي الإعاقات الخاصة. يعني مثلا بالنسبة لي في عندي أنا بنت مهندسة في عندها إعاقة بصرية, لحد الآن مش لاقيين أي تعاون من أي جهة. يعني إحنا لجأنا أول إشي لرئيس البلدية وجبنا كتاب توصية من محافظة الكريم ومع ذلك يعني ما أعطناش حقها. يعني هاي درست 5 سنوات وهلأ أصلها 2 تقريبا, يعني حرام هيك يضيع حقها في التوظيف, صح ولا لا؟ لازم إيجاد مكان إلها. يعني هي بالنهاية درست وتعبت واجتهدت وحصلت اللي ما قدرش غيرها. يعني يمكن يكون في ناس كتير متوفر لهم عيون ومتوفر لهم يعني كافة الوسائل والترفيه وإشي ومع ذلك ما حققوش اللي هي حققته. عندي طفلين في عندهم شلل دماغي كامل من ناحية البصر والسمع والنطق والحركة طبعا, مأكل ومشرب بالنسبة لهم على الرضاعة وكل شيء بطبخ لهم إياه مهروس. من ناحية الفواكه بطعميهم عسل وخبز وحليب, طبعا ما بتحركوا وش نايمين على الفراش. وبالنسبة لأعمارهم الكبير عنده 16 سنة والصغير عنده 12 سنة. بالنسبة لجوزي عمره 68 سنة كبير في السن وما بيقدر يعني بصراحة يطعميهم, بيكلفونا 2000 شيكل بالشهر. بطالب بالمساعدة طبعا إنه كل شخص يسمعني إنه ينظر إلى قضيتي ويساعدني, لأني بصراحة ما قادر لا أنا ولا جوزي على هذا الحمل. بالنسبة لمصدر الرزق اللي عنا راح خلف الجدار شايف, ويعني وهذا وضعي بصراحة. مشكلتي عندي ولد معاق على عربة يصله يعني سنين, عمره 13 سنة, صله 13 سنة معاق على عربة, وصلي يعني 13 سنة وأنا طارد بدي عربة إله على كهرباء. الإعاقة ليست عيبا ولا حرام, وإنما العيب ألا نعرف الحقوق التي يجب توفرها لهؤلاء المعاقين, وهذه الورشة تسلط الضوء لمعرفة الحقوق التي يجب توفرها وتنفيذها في فلسطين من أجل حماية المعاقين. عبد الكريم عودة, تلفزيون الفجر الجديد, طول كرم, اليوم من دير الأغصون.